في ايه؟ تشو تشو تشارلز، تشو تشو تشارلز. ازاي؟ ودلوقتي يا شباب انا شايل الكتكوت بتاع بامبان وعمال بعدي في الممرات اللي فيها العنكبوت الشرير اللي طلع اكلني في اخر حلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، منور يا شريف. بص شباب، المفروض بخش كده خطوتين خطوتين، ووب ووب ووب، الكتكوت مدام ما صفرش يبقى الخطوه دي امان. هنقوم معديين، هنيجي على اللي بعدها. هسمعكم الصريخ دلوقتي، سامعين؟ سو اهو، سو سو كده، في عنكبوت مستخبي هنا، فاحنا بقى ايه، نروح نعدي من حته تانية. بص بقى بص بقى، هوب هوب اهو بيصف كده، في حد هنا. نرجع يا شباب، هيبقى الطريق من هنا وش. استنى بس نطمن برضو الاول عشان مفيش حد هنا. نعدي، ايه ده، انا شفت حاجه هنا. ما علينا، تعالى بقى نبص هنا، خش كده، هوب 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 اهو، في حد هنا. يبقى تعالى نرجع ونجرب الممر اللي في النص. بسم الله. بص شباب، اهم حاجه يا شباب تكونوا عملتوا ايه، لايك وعملتوا اشتراك في القناه. بسم الله يا جدعان، انا عايز اقول يا جدعان الفيديو ده ما وصلش 10000 لايك. ها ماشي، هوب هوب، ايوه هو ده الطريق. فاضل لنا يا شباب ممرين بس، فاضل لنا ممرين بس، استاهل لايك. بسم الله الرحمن الرحيم، هوب هوبا هوبا. اه في حد هنا، في خلبوص قاعد مستخبي جوه المواسير ديت او فتحات التهويه ديت. بسم الله، في حد هنا؟ مفيش حد هنا. ماشي تقريبا، ممكن يبقى هنا في حد. اه في حد، في حد. ماشي 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 ماشي، كله خير كله خير، يبقى نعدي شباب من هنا ان شاء الله خير. بسم الله، في حد هنا؟ اه في في حد هنا. ماشي ماشي، يبقى الطريق من هنا صح؟ اه الطريق من هنا يا شباب، الحمد لله الحمد لله. وكده شباب احنا وصلنا لنهايه الممر، ومعايا هنا مستر باتمان. يلا بينا. ايه ده، ما تنزل يا حاسب، يا حاسب انت مش بتعرف تمشي كده كده، فكك مني، انا هفضل شايلك. ايه المكان الجديد ده، مش فاهم اي حاجه. سيستم هنعمل ايه، في زراير هنا تعالى ندوس عليهم كده، في مش شغال. يا شريف هنعمل ايه يا شريف، انا مش فاهم حاجه. في لغز هنا، اه بقول لك مطلوب القبض على الشخص دوت مقابل مليون دولار. بقول لك ايه، ما تيجي انا وانت يا اسطى نعمل الصفقه ديت ونقسم بالنص، ايه رايك؟ انا عارف انت تعملها لوحدك، انت مش محتاج، مش محتاجني اصلا، انت مش محتاج. ايه ده، في زرار هنا، ايه ده، السيستم باظ ولا ايه؟ بوظنا السيستم يا شريف، اجري يا شريف، اجري يا شريف. هنعمل ايه يا شريف؟ وادي الزرار تاني اهو كده، بعطلنا زرار بيعطل السيستم وزرار بيفتح الباب. اخذنا الترس. هذا هو الجزء الذي يحتاج من هذا القسم، نرى ما اذا كان مناسبا. المفروض الشباب نشوف الجزء دوت مناسب ولا انت هتعدي كده يا شريف ولا ايه؟ انت مش خايف شريف؟ يعني انت ممرمطنا معاك وجايبنا في وسط البتوع دول بقالنا ساعتين بنعدي فيهم، وانت في الاخر ترجع؟ يعني انت كنت عارف الحل؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي، حسبي الله ونعم الوكيل. بقول لك ايه، امشي في الطابور، اوعى تتحرك يمين ولا شمال، ما دام انت ماشي ورا الشريف فانت دائما في امان. امان الحارس الذي لا يمشي. هو انا هنرزق فيه كده ليه؟ هو عامل زي الطين الصرصار ليه كده يا شباب؟ هي دي طاقيه اللي هو لابسها فوق دي؟ صدقوا صح، دي طاقيه. شد لي شبل، يلا كتكوت يلا كتكوت. بقول لك يخش عضه، خش عضه. هقول له، هقول له ان انا، هقول له ان انا. انت ماشي كده ليه يا اسطى؟ انت مركب زنبلك في ديلك. بسم الله الرحمن الرحيم، قاعدين يا شباب، وصلنا يا شباب اهوت. بسم الله بسم الله، يخش يقعد، خش يقعد بسرعه. احنا معانا الترس، احنا معانا الترس. احنا مين؟ ايه ده، هو شباب متخيط ده ولا ايه؟ انا مش فاهم. بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش حد هنا شرير ولا حاجه. نروح فين؟ نروح على القسم، عايز تروح القسم النهين. بسم الله، تعال نروح القسم ال 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 هو مش لوحده، هو مش لوحده، يعني هو مش لوحده في الاخر، الحمد لله الحمد لله هو مش لوحده. يعني فين الكتكوت؟ هو مش لوحده صح يا شريف؟ باتمان، الناس عجبته من الحته بتاع باتمان بتاع الجزء الاول. بص يعني روقت عليك، صيادتك صيادتك، الناس كلها حبت باتمان، الشريف باتمان. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا فين؟ فين ايه ده؟ هنكمل بقى في طريق جديد، في طريق جديد هنروح للجوكر. اوعى وشك من الجوكر لا ياكلك. ايه ده؟ اين نحن يا ولد؟ اين نحن يا ولد؟ احنا فين؟ انا مش شايف حاجة. امال احنا فين يا عم؟ الو، لا انت توقفنا في المحطات، انت هتنزل لنا؟ واقف يا عم الاسانسير ده، في ايه؟ كتكوت فين؟ احنا ايه الطريق الطويل اللي ما بيخلصش ده؟ طب بالنسبة للشباب ان الطريق طول شوية، فانا عايز اقول لكم اهم حاجه تكونوا عملتوا ايه، لايك للفيديو دوت واشتركتوا في القناه، يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله خير. اه الطريق ده جديد، احنا جاي رجعنا نقطه الصفر. تنزل هنا، ننزل، هننزل صح؟
Let's head for the elevator to see ده احنا معانا الترس بتاع المصعد اللي الملكه قالت له صلحه يا شباب فاكرين في الحلقه اللي فاتت. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. انا عارف ان انا لعبت بمبم متاخر بسبب ان انا كان يعني ما كنتش بنزل فيديوهات اعمل ايه غصب عني والله كان نفسي العبها اول ما تنزل. الحمد لله الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل حال الحمد لله. بام بام الحارس كنت عارف الطريق. بص يا شباب انا همشي ورا كوت خدها كتكب سكيتو خد يا ومشي ليه كده يا عم وانت يا عم ما تخلص يا عم انت كمان نفضل ماشيين كتير في ايه السيرك الشائع ده انتوا داخلين معركه. كتكوت عدى يا اسطى كتكوت جري كتكوت فلس على الملكه على طول تحس ان هي امه كانت نسياه ولا مش فاهم انا في ايه. كتكوت بيجري كده ليه ده اسرع مني ومنه كتكت كتكيتو ده اسرع مننا كلنا كتكوت. الطريق ده جديد الطريق ده جديد يا شباب. احنا رجعنا تاني في المكان اللي كان بيحقق معانا فيه. نروح للمصعد. هو ده المصعد. ماشي 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 يلا بينا نصلح المصعد يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجة هنا في ورقة مكتوب فيها بلا خشرة بلا خشرة بلا بلا. انت بتبص عليها كده ليه؟ عايز تتشال انا عارف صح؟ لا يا كبير تعمل ايه؟ نركب؟ تعالى كتكت ممتاز هذه واحدة من ثلاثة. ده انا ركبتها. سابق هنا واجمع كل شيء معا في الوقت الحالي ممكن في مكان وتحدث الى الملكة عندما تكون جاهزا. انت ما عايزني اجمع لك كله صح؟ يعني امشي خلاص اغور في داهية؟ السلام عليكم يلا بينا كتكت. مش جاي معايا كتكت ماشي انا اروح لوحدة كتكت معايا الدورنة بتاعتي. جت اهي ماشي. ايه الطريق ده؟ اروح فين طيب يا شباب؟ ورجعنا تاني يا شباب لبيت الملكة ويلا بينا يا شباب نشوف الملكة هتقول لنا ايه الجديد. ازيك يا ملكة؟ مرحبا بعودتك اتمنى ان تكون رحلتك تستحق العناء والمصعد اكثر قابلية للاستخدام. الملكة بصي المصعد بقى زي الفل سايب لك باتمان هناك عمال يصلح فيه. بصي لا هو صناعي شاطر هو بتاع اسانسيرات هو مولود في اسانسير يعني. بصي كان تفهم بقى ان وضع حياتك على المحك وقتال بقوة اقوى من تريده وامر مثير للاعجاب. انا حياتي على المحك. ماشي يا ست شكرا يا ستي كعربون احترامنا رجاء قبول بطاقة المفاتيح الزرقاء زي على الرغم من انها ليست شيء كبير فيما نعتبره رمزا للثقة. ماشي الدهاني الدهاني انا 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 رمزي للثقة الدهاني يلا. انا فخورة بان اعلنك انت رسمي مواطنين المملكة اعترف بالبقاء كمواطنين حتى بعد استعادة طفلك. ماشي بتقول يعني ممكن نلاقي الطفل وممكن نقعد في المملكة عادي يعني. يمكن يا بكر انا ان تعلم بفخر انها وصلت الى تعداد 5 من السكان بقينا 5 سكان. كل 5 لان صديق لك ظهر اثناء غيابك كان في حالة ضرر شديد لذلك طلبت منه البقاء في المستوصف. احنا عندنا واحد صاحبنا شباب ظهر وموجود في المستقبل لو قد سأل عنك فربما تحدث معه عندما يكون لديك الوقت. ده بجد فين صديقي ده اللي في المستوصف؟ تعالى كده الشباب نشوفه. قال الشباب بطاقة بجد. طب فين الطريق المستوصف منين؟ تعالى كده الشباب نشوف. انا ليه صديق سأل عليا ده مين ده؟ ماشي تعالى كده الشباب نروح نشوفه. في باب فتح هنا تقريبا هو ده المستوصف يا شباب. استنوا كده. تقريبا هو ده المستوصف ولا مش هو مش فاهم بس قشطه. ايه ده؟ صديق قديم ازيك يا صديق ولا مش هو ده؟ ما ينفعش اخش له؟ تعالى كده نخش له. افتح يا ابني. ايه ده؟ ايه اللي فتح؟ هو صديق عامل ايه يا صديق؟ انا قاعد من الزهر الجدد في يوم عرفت ان يكون انت. ايوه انا. اسمع ما حدث لي ما حاولت ان افعله لك فقط اعلم انه لم اكن انا في الواقع. ما كمين يا حبيبي كمين كمين قول لي بس طلعت عيني اجبرت على التعب دون تفكير كثير. حاولت الاتصال بك بسبب ما ايه السبب الحقيقي؟ عايز تعوضني؟ ايه هو بقى التعوض؟ اطلعتني ملك على الموقف مع المصعد اريد المساعده فيه. عايز يساعدنا الشباب في تصليح الاسانسير. اشوف تحكم اجمل الان سوف اتمساعد في العثور على القطعه المفقوده في المصعد. عايز يساعدنا الشباب في المصعد. انا مش واثق فيك يا استريح قليلا واستركبك في ايا كانت تلك المحطه. تعبان يا شباب اللي احنا عملناه فيه قبل كده. ماشي استريح وابقى تعالى لي. احصل على بطاقه المفاتيح لانها نهايه ردها. ماشي هروح الشباب نهاية الرود عشان نحصل على المفاتيح. ايه ده الباب مقفول ولا ايه؟ ما تطلعوني يا جدعان من هنا. ايه ده؟ في حاجة هنا اكيد في حاجة. لمؤاخذة فين فين البطاقة فين البطاقة؟ هي اكيد هنا انا مش شايف حاجة. اهي لمؤاخذة يا جماعة الحول جالي بس شوية. ايوه اهي شكرا. ايه ده؟
الحلزون هنا، حلزونه يا ام الحلزونه هنا، ما ينفعش نخش له. شخص ما ينتظرك في الزنزانه في نهايه الروضه. اذا في حد تاني، ايه ده، ايه الزنزانه دي فاضيه؟ مين هنا؟ مين هنا في انهي زنزانه يا جدعان؟ كل دي زنازين. طب ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ انا مش فاهم اي حاجه. الباب ده اتفتح بس بيقول لي في شخص ينتظرك في الزنزانه. انهي زنزانه فيهم بالظبط؟ انا مش شايف غير الحلزونه ولا والبنبان. فين فين باقي؟ فيش حاجه هنا؟ مش عارف يا شباب، مش عارف اروح فين ولا اجي منين. بس تعالى يا شباب نخش البوابه اللي انا فتحتها ديت وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ اه بص يا جماعه، مين متكتف فينا؟ مستر اخطبوطو، اخطبو قنديل البحر. اه قنديله. عامل ايه؟ استنى، بيقول لك دوس على الزر ده عشان تشغله. تعالى كده، اصحى ياض، فوق ياض. يعني محول اهي من اللي احنا عملناه فيه. ازيك؟ عامل ايه؟ نانا. اه هزقمت. اه انا عندك مانع؟ عندك مانع؟ لا تقلق، انا غير قادر على ايذائك، انا اضعف من ان افعل اي شيء. ما هو باين يا اسطى انت حاطينك، ده انت شفطينك، ده انت حاطينك في الشفاطات شالمو من خلال انا من اثنين. المهم سنت لك الفرصه كنت فادحا. اخيرا بعد ان تمكنت من ابقاء جيش تحت السيطره، كان عليك فقط ان تاتي وتغضبه. هيشتغلني بقى، ها هيشتغلني. ها انظر الى اين وصلنا وترستك الان موقع. انت كنت عايز انت موتون، انتوا ناسيين ولا ايه؟ هذا خطأ كل احد غيرك. قصدت ذلك عندما قلت انني سوف امارس اكثر الاجراءات امانا. يا عم امان مين يا عم؟ انت كنت عايز تموتني يا عم وسلطت عليا بنبون صاحبك دوت. لكن بغض النظر اللي عايش يريد ان اعرضه لك، قول لي عايز تعرض ايه؟ بالتاكيد انت بحاجه لي. ايه هو؟ هو ضربني ولا ايه؟ هو رفع ايده، هل طشني بالقلم يعني ولا؟ طب ما تجري يا عبده، في ايه؟ ايه ده؟ اه بيعمل لي تنويم مغناطيسي. ماشي ماشي. اه عصفوره بمبان. اه مرحبا، انت متركز مره اخرى، انتوا كلكم هنا العنكبوت و انت بالتكيل ده زميل نعسان. اه انا نعسان. ماشي. اسرع بعد وجبات الخضار الخفيفه التي جمعناها ناكلها. فين؟ هناكل بقشيش؟ هناكل من الارض؟ ماشي انا موافق. دراعك ده حطه فين؟ ايه الدراع الطويل ده؟ لقد استهلكت فعلا نصيبي من العصير الغذائي التي جمعناها اثناء نومك. انا ايضا اسف لذلك. ماشي، وانا اسف كمان. ايه يا عم العنكبوت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ خرب بيتك، هتعمل ايه يا مجنون؟ تعمل ايه؟ هو عمل ايه؟ اه يا رجاله الحقوا. ايه ده؟ ده اداني كرومب؟ ده كرومب الرابط؟ لم اشهد ابدا لطفا ياتي من عنكبوت. يا رجل اذا كان جامبو جوش هنا لكن انا بتلك الخضروات. اول عنكبوت شكله شباب ما بيبقاش طيب يعني في اللعبه عامه، فهو الامديل بيستغرب ايه ده، هو ايه العنكبوت الطيب ده؟ لماذا تكره كثير من الوقت؟ انه يعاني من بعض مشاكل غضب ولكنه بشكل عام ظريف كيوت. هيس كيوت. لقد كان لدينا نصيبنا الكبير من المشاحنات، المفروض تقريبا الخناقات. الكراهيه الوحيده من السنين من المشاهد تستسيطر عليا. هيرغوا كتير يا جماعه. في صوت يا جماعه عمال حد يزمر زي صوت القطر. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ تشو تشو تشارلز، تشو تشو تشارلز. ازاي؟ ازاي؟ وات؟ ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم حاجه. في ايه؟ هو في ايه؟ تشو تشو تشارلز، تشو تشو تشارلز. ازاي جدع؟ مش فاهم حاجه يا جماعه. ايه يا عم انت عملته لي ده؟ حسب الله دخلت لي الالعاب. احنا بنلعب ايه دلوقتي؟ بنلعب هاجي واجي؟ ما انا مش فاهم حاجه. في هنا؟ طيب مفيش حاجه هنا، ومفيش حاجه هنا مصلحه. يلا بينا يا عم، ده شغل جنان. ايه العقده دي؟ هو ايه ده؟ فين المخلوق اللي كان هنا؟ راح فين؟ راح فين؟ طب انا اروح فين؟ انت واقف هنا؟ تعمل ايه هنا؟ حول الله يا رب. انت مستنيني؟ مش عارف انا بصراحه. الراجل ده يا جماعه ما تعبني بامانه، الراجل ده تعبني. بقول لك ياض، خلاص ياض، اركب اركب الحنطور. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح فين؟ دور انهي؟ الدور لا ما ايوه انا عارف، انا عارف ان هو الدور الابيض. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. يا ابني امسك كويس يا ابني، هموت يا ابني. يا ابني اتحرك يا ابني يا حبيبي. في ايه؟ ايوه كده.
مبسوط دخل لسانك بقى جوه بقك عشان الحنطور اللي في دماغك دوت اللي اسمه ايه ده اسمه ايه شباب قولوا لي في الكومنتات اسمه ايه اسمه ايه كان اسمه اراجوز اسمه طربوش طربوش صح طربوش ايوه طربوش يعني ايه الله ايوه انزل هنا بقى ايوه شرح بص يا جماعه شيل بتاع على كتفه والله ده عجله ممكن يا شباب نقلبه كده ونجره كده والله العظيم بص هيمشي بص يعني انت لو نزلته كده شال ايه ده قدام بيقول لي وطي في ايه في حد بيتكرر ده الوحش الاخضر ده صوته صح اهو خبيني هنعمل ايه طب انا هعدي انا ماليش فيه ايه ده هو بيعمل ايه ده عنده اطفال ده بيض هل هذا ايه بيض ايه ده حد مسكه شفته من رجليه انت كده مستخبي يعني انت كده هو مش شايفك بقك يا جدعان مسخره يا جدعان استنى والله العظيم مش عايز اقفل الفيديو يا جدعان انا متشوق اللي هيحصل استنوا بس استنى ده انتوا لعبه مجنونه اقسم بالله والله لعبه مسخره يا جدعان انا الناس بتقول لك ان اللعبه دي رعب انا مش يعني انا خلاص من كتر انا اتعودت عليها خلاص ايه ده في لغز هنا ثانيه واحده نفهم بس في ايه هو الزهر كده يا شباب مفيش حاجه هنا في طريق من هنا لا ده مفيش طريق من هنا امال اه في باب هنا بسم الله شغال يا بس وعليكم خليك انت واقف عند الباب اللي عندك انا انزل اشوف الحوار اللي تحت هنا ارجع تاني خلينا هنا احسن اوبالا طب ما هي الدنيا ضلمه خالص ومفيش هنا اي تلميحات لاي لغز ماشي مفيش غير الاكس هو ديت ماشي يلا بينا ننزل تحت ايه ده حد شايف حاجه السلام عليكم الو ده سلم يا عم الدنيا امان انا في نور في الاسفل ما دام في نور خلاص اهو اللغز شفت هو الحل اوكي اكيد هنكتب الاوكي ديت فوق صح ماشي خلينا حافظينها يا شباب تمام ماشي ايه تاني في حاجه هنا بيقول لك افتح الباب دوت وايه تاني ايه الباب اللي هنا دوت شغال ده الاثنين شغالين اكيد في حد هيتفتح طب ده اتفتح ده ما اتفتحش مصلحه ايه ده او ماي جاد راس المهرج جاستر وجسم المهرج زعتر ونص المهرج ايه ده مش ده الجوكر اللي كان بيجري ورانا امبارح ايوه ما الحلقه اللي فاتت شباب الحلقه اللي فاتت كان بيجري ورانا نم افتح كده التاج تاج لقيت التاج سلام عليكم واو يو جست كم ان هير ستيل واتس اورز اند ذن ليف مين بيتكلم بص شباب انا كنت الاول بلعب اللعبه بالعربي بس انا العربي بتاعي ضعيف فجبتها اجنبي انا اصلا بتكلم عربي بلعب عشان اتكلم اجنبي المهم يا شباب انا اللعبه عندي عملت جليتش كده فرجعتها تقريبا انجليزي فاشتغلت كويس يعني طبعا يا شباب اللعبه لسه جديده فهي مليانه جليتشات كلنا عارفين حاجه زي كده ايه ده يا جدعان مين اللي بيتكلم يا جدعان والله ما بقتش فاهم حاجه هو الاوض دي مليانه عفاريت قاعدين بيتكلموا مع بعض يعني مثلا open sesame افتح يا سمسم او بقول له هعمل لك سحر افتح يا سمسم سبحان الله ماشي يلا بينا من هنا انا عمال الم ورق يا جدعان ده لو انا الزبال مش هلم كميه الورق دوت كله والله بسم الله الرحمن الرحيم فين يا شباب الطريق فين الطريق مفيش طريق من هنا في حد كان هنا بيبص الطياره بتاعتي هنا جوه افتح الباب ده مقفول طب والخشب اللي هنا ده مقفول او اكس مش شباب تعالى شباب نطلع نحل اللغز اللي فوق ثواني كده مش اللمبه ديت شغاله يعني انا مش عارف انا كنت هضيعها ازاي ديت والله شكيت يا جدعان ماشي تعالى بقى ايه خش فيها كده طياره يلا دور يلا ايوه فتحت ايه بقى اكيد الباب دوت اكيد افتح يا عنتر افتح يا بقلز افتح يا فريد بتفتح يا ايه الباب اه في زرار هنا تاني لمؤاخذه شباب لمؤاخذه مشكلتي انا دي مش هتيجي كده صح جت الحمد لله افتح يا حكيم ايوه ده ملعب ده ايه زحليقه بيقول لك اكس يعني شباب اكس ديت بتدل على حاجه خطيره بس ربنا يستر تعال نفهم اللغز دوت الاول بيقول ايه نم 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 اه في زرار هنا تمام بس كده ما فهمتش حاجه ايه اللي هنعمل ايه يعني اهو في حاجه هناك اهي في ايه ده ايه اللي هناك دوت الشباب ثانيه واحده اوه قبعه هنرقص ولا ايه ده احنا هيطلع عين ابونا دلوقتي اه الزرار اهوت شفته تعالي بقى كده درن تعالي اقف هنا اه علامات الاكس بتاعت الدرن يا شباب فهمت ايه لا ايه ايوه اقف هنا ومن هنا انا هبعتك لجوه يلا طيري خش جوه شطوره ما
ما تدوسي دوسي بقى على الزرار ده وخليكي شطورة. ايوه روحي يلا. ايه مش عايز تجيب ولا ايه يا جدعان؟ نفعت نفعت والله نفعت. الله كفو عبد مندو. استنى بقى، هي هنا يعني ممكن ادوس هنا كده هتقوم جايه لي هنا. ايوه لا غلط، بس قشطه يعني فيها امل فيها امل. ممكن ادوس اكس هنا، ممكن ادوس اكس هنا. تعال كده نجرب. والله يا شباب انا لغز جميل صعب وجميل كده لذيذ. لذيذ. طب عايزين نجيبها هنا، نجيبها ازاي هنا؟ دي اكيد اكيد غلط اللي انا بهبده ده، اكيد غلط. ايه اللي انا بهبده ده؟ طب يا شباب اخلصهم يا شباب واجيلكم، عشان كده هنطول عليكم قوي في الفيديو. المفروض دوت الشباب كده اخر زرار. يلا تيري هوبا. سهلة جدا يا شباب، ما خدتش في الديرة دقيقتين، بقالنا ساعتين اصلا. ماشي ادي الكارت الاحمر، حلو قوي كده. هنعمل بيه الكارت الاحمر ده، نروح بيه للراجل اللي واقف مستنينا فوق، مستر بمبل الاحمر ايس كريم طربوش مان. اكس او دوت ما ينساش اوكي دوت. ماشي خلينا فاكرين الكلمة واسمها اوكي، يعني اوكي يعني اوكي. ماشي ايه اللي انا بقوله ده؟ يلا بينا شباب كده نطلع نشوف اللغز اللي بتاع اوكي اللي فوق دوت. السلام عليكم، انا رجعت. ماشي يبقى هنا الاو صح كده، صح. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صح. يبقى ديت كي 1 2 3 4 5 6 7 8. اوبا يلا كفو عليك يا مانجو، كفو. افتح الباب ده، احنا لو فاتحين بس مباشر مش هنلعب بالاحترافية اللي بدون تقطيع ديت. الفيتور الفيتور انا مش فاهمش فيهم حاجة، بقيت العب زي الحمار. بس اللي انا فاهمه ان احنا بندور على قطع الاسانسير. بيقول ايه يعني؟ في حاجة هنا. هنعمل ايه؟ هركبه؟ ايه هيعمل ايه ده؟ He must have gotten very lonely, but I got him a new friend. هو بيستدعى وحش؟ Now we wait. احنا هننتظر؟ هو اداله الإشارة؟ No, nab nab. نبنب سرقه، نبنب سرقه. روح هات بقى. Let nab nab take him. اجري ورا نبنب، اجري ورا نبنب، خد يلا نبنب. نبنب ده بقول لك ايه، نبنب دوت كان بيبهدلني وكان بيقعدني، كان بيجري ورايا. هات لي حاجة منه. يعني المفروض بقى احنا بقينا اصحابهم بقى وكده، بقينا شلة واحدة بقى. ما كنا الاول بنحاربهم، دلوقتي بقينا شلة واحدة، يعني بقى كلنا عيلة في بعضينا، وانا صاحب الملكة يعني معايا واسطة. خد يا ابني يا ابني خد نبنب اهو. نبنب الحارس الذي يهاجم نبنب. المفروض انا امشي واتنطط ورا نبنب. نبنب او ماي جو نبنب. اقفش نبنب، طلع طويل اهو فعلا نبنب. يلا بقى خفت، انا خفت. في لغز، في كارت، في كارت كرتوت، كارت كرتوت، كارت الكراتيت. الطريق منين؟ لا صاحبي يلا مجنون. مات مت متنا متنا. اعمل ايه اعمل ايه؟ هو اداني كارت، اداني كارت. اعمل بايه اعمل بايه؟ مات ضرب. مين اللي موت مين؟ انت كويس؟ ايوه انت تقدر تتحكم فيه. الترس اهو، you go back without me. جبنا الترس يا شباب كده. The elevator part should be around here somewhere. يعني كده احنا معانا اخر ترس. طيب كويس، وبكده يا شباب يبقى خلصت حلقه النهارده. ربكم بسلكم واسلكم عجبكم. المره الجايه يا شباب هنختم اللعبه. اهم حاجه تكونوا عملتوا لايك للفيديو دوت. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.